مرحبا بكم مشاهدينا، وسهلا بكم في هذا البث المباشر على الوطنية الأولى كالعادة في تونس الاقتصادية اليوم 13-14 نوفمبر 2023، ومواضيع اقتصادية نسلط عليها الأضواء قدر الإمكان من خلال التحليل والحوار أيضا مع ضيوفنا. في الجزء الثاني إن شاء الله من الحصة باش نحكيو على موضوع مهم جدا اللي هو البحث العلمي وعلاقته بدعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاقتصاد في تونس. طبعا باش يكونوا حاضرين معنا مجموعه من الضيوف، السيد معاذ شفره رئيس جامعه تونس المنار، السيده سميحه غربي عبد الله هي رئيسه مخبر بحوث في الابتكار والحوكمه ورياده الاعمال وفهم المخاطر، هي ايضا رئيسه مشروع دعم الجوده باك في المعهد العالي للمحاسبه ومؤسسه لماجستير كنترول دو جيستيون اند بزنس انتليجنس، مع بطبيعه بعض الانشطه الجمعيتيه. بعد شوي بتكون حاضر معنا ايضا الدكتور هيثم العياشي استاذ جامعي باحث في اليقظه الاقتصاديه والتجديد، وكالعاده معنا ديما في البرنامج خبير الاقتصادي وخبير البرنامج ماهر قعيده. اهلا بك ماهر، مرحبا وشكرا مره اخرى على حضورك معنا. كالعاده طبعا ديما عندنا فقراتنا القاره، ونبداو برقم ودلالات، رقم اللي اخترناه اليوم اللي هو اعتقد مهم رغم اللي مازال سلبي ماهر، ولكن قراءته مهمه، هو انخفاض العجز التجاري ليصل الى حدود الا 25.8%. رقمنا اليوم هو 25.8%. خليني نعطي اكثر فكره، احنا من سنه 2022 كنا 21.371.5 مليون دينار، وصلنا الى 15.856.6 مليون دينار، هذايا حسب احصاءات الاشهر العشر الاولى من سنه 2023. طيب هناك من يقول انه رغم الانخفاض الا انه ما زال هناك عجز تجاري ملحوظ. اولا انت كيفاش تقرا الانخفاض هذا، وهل فعلا ما زلنا في مرحله نقول احنا زون غوج، معناها ما زلنا ما هبطناش الى مرحله ان واحد ينجم يتنفس شوي؟ هو نجم نقولوا اللي فما شويه موجات ايجابيه في الاقتصاد التونسي واشارات ايجابيه لازمنا نحكيوا عليها. العجز التجاري التونسي قاعد يتقلص، ونسبه التغطيه نتاعنا وصلت فوق فقط 76%، وفي العشرة شهر نتاع 2023 فتنا برشا 12 شهر نتاع 2022. وهذا ناتج على معناها الصادرات نتاعنا تنمات ب 6.9%، وقت اللي الايرادات نتاعنا نقصت ب 3.3%. والحاجه بها كي احنا زدنا صدرنا، ما صدرناش مواد خام كيما البترول وكيما الفوسفات، لا صدرنا الماده الشخمه نتاعنا والعمل التونسي، صدرنا في 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 مجال النسيج والاحذيه، صدرنا في مجال الالكتروميكانيك، صدرنا في الاغرو اليمونتير معناها في الفلاحه والمواد المصنعه من الفلاحه. هذاك الكل يدل اللي احنا رغم اللي انتاج الفوسفات نقص وتصدير الفوسفات نقص وتصديرنا للطاقه نقصت بصفه معناها معتبره، رغم هذا عملنا صادرات اكثر ومخير، معناها كان الفوسفات يرجع كيما احنا تكهناه واعطيناه وصدناه حسب الميزانيه نتاع الدوله، كان نوصلوا كان كنا ننجزوا 5.6 مليون طن، رانا ما عندناش عجز تجاري. احنا اليوم مالوغوزمون مش نوصلوا بصيف 2.9 مليون طن، ولو انه السنه المرجع ديما 8 مليون طن. هو الحقيقه 8 مليون طن قبل 2011، لكن ما عمرنا ما وصلنا لهم، واحنا القطاع قاعد يتعافى وتعافى شويه، وما تنساوش اللي الاسعار نتاع الفوسفات تزادت تضاعفت 2.5. صحيح. دونك احنا عندنا فرصه كبيره باش العجز التجاري هذا نقضيو عليه اذا كان القطاع الفوسفات يرجع ينتج ويتباع بسهوله تامه. خير هو خاطر هذاك مخزون استراتيجي لولادنا، خاطر الفوسفات في النطاق العالمي مازال عنده 40 سنه فقط، وما غير فوسفات ما فماش فلاحه في العالم. دونك احنا عندنا موقع استراتيجي لازمنا نثمنوه خير من اللي توا نبيعوا فيه في ماده خام، وماناش قاعد ناخذه في القيمه المضافه نتاعو. فلذا نقول اللي احنا الحاجه به قلصنا الواردات نتاعنا، قلصناهم خاصه من تركيا، خاصه من الصين، ونمينا قدراتنا في التصدير خاصه الاسواق اللي هي معناها ولينا عندنا ميزان تجاري ايجابي بالنسبه لالمانيا، بالنسبه لفرنسا، بالنسبه لايطاليا، بالنسبه، وهذه حاجه خارقه العاده. وحاجه خارقه العاده زاده نقصنا في الواردات نتاعنا من تركيا قرابه 23%، قاعدين نرشدوا
شويه في الـ في الـ في الـ معناها الايرادات نتاعنا، وحسنا في طاقتنا نتاع التصدير في 3 سنوات الاخرى رغم الصعوبات اللي نشوف فيها، رغم الازمات، رغم الكوفيد، ورغم الحرب في اوكرانيا، ورغم حرب فلسطين، تونس قاعده تنمي في قدراتها في التصدير، وهذا حاجه خارق العاده. طيب في انتظار ربما انه بعد شويه اذا كان ممكن، اذا كان حضره تونس في الخارج، ولكن فما سؤال زاد يسالوه حتى المواطن العادي، يقول لك انت تو اللي فهمتوا انه ترفيع في الصادرات هو اللي قلص العجز في الميزان التجاري، ترشيد الواردات على مستوى الكماليات اللي احنا نعتبروهم بعض كماليات صار والا لا في بعض المواد اللي تعتبر كماليه، ما يقول قائل علاش احنا نستوردوا فيهم والا هي تصنع في تونس غير ما نذكرهم، ومع ذلك نستوردوا اللي كيفها من تركيا والا نستوردوا اللي كيفها من الصين والا غيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا اللي نعرفوه ماهر انه اغلب العجز بتاعنا او العجز المرتفع هو مع اوروبا اللي هي الشريك الاساسي، ماهوش مع تركيا والصين اللي صحيح فما عجز معهم ولكن بنسبه اقل لانه شريكنا الاساسي هو اوروبا. باش نصلحوا المفاهيم، العجز الكبير نتاعنا ماشي جاي من 3 بلدان خاصة اللي هي الصين. اي احنا معنا 15.5 في 15.5 مليار دينار عجز، فما 7.7 جايين من الصين فقط. واضح. وزيدهم روسيا اللي دخلت في اللعبة، ولينا نستوردوا برشا من روسيا الحبوب خاصة. وزيدهم معناها فما الصين، معناها العجز مع الصين هو الا 7، مع روسيا الا 5.9 مليار دينار، مع تركيا ومع الجزائر الجزائر اللي هي الا 3.5 دينار، ما تنساوش اللي نجيبوا الغاز من الجزائر والطاقه من الجزائر. وزاد عندنا تركيا الا 2.8 مليار دينار، واخيرا ولا مش اخيرا واوكرانيا زاد خاطر نجيبوا من عندها الحبوب قرابه مليار، ومصر. هذوما الـ5 بلدان اللي عندنا عجز تجاري معناها معتبر معهم. والحاجه الايجابيه احنا حسنا في الميزان التجاري مع فرنسا، ولينا ايجابيا نصدروا لها اكثر مستورد من عندها، زدنا 4.6 مليار دينار. وعندنا مع المانيا مصدروا لها اكثر 2.3 مليار دينار، ومع ايطاليا 800 مليون دينار، وليبيا زاد 1.9 مليار دينار. الميزان التجاري ايجابي بالنسبه لتونس. دونك تونس قاعده تتعافى شويه في الاقتصاد نتاعها، وهذا ماذا بينا نقولوه، رانا عندنا 10 شهور برك بالنسبه ل 2023 وحققنا ارقام خير من 2022 وخير من 2021 رغم الازمه العالميه الخانقه اللي نعرفوها. دونك هذا لازمنا نحطوه. كان احنا نرجعوا الفوسفات نتاعنا، رانا رصدنا 5.6 مليون طن، واحنا ماشيين على 2025 على 8 مليون طن. كان حقوهم هذوما ما عادش عندنا عجز. ممتاز. ومع كما قلت انت زاد نركزوا على دعم نقاط القوه في الصادرات نتاعنا. تو احنا قلت عندنا الفوسفات، وعندنا زاد في الفلاحة، عندنا الزيت زيتونه، وعندنا الدقله. معناها لو كان نحركوا نقاط القوة في الصادرات نتاعنا ممكن ياسر يزيد يتقلص أكثر العجز. هو زاد العجز التجاري، ما ننساوش اللي عامل الطاقة اللي السعر نتاعو طاح. وهو يدخل بصفة مهولة في قدراتنا باش نعدلوا شوية المعادلة نتاع الميزان التجاري. اليوم احنا الحمد لله يا ربي في النطاق العالمي برميل النفط مش معناها مرتفع برشا وقاعد متعادل، أما هذاك كي يطلع هو اللي باش ياثر على الـ معناها نسبه التغطيه نتاعنا بالنسبه للميزان التجاري. واللي بريفيزيون معناها توقعاتنا بنسبه نمو في قانون ماليه 2024 2.9، لو نمشيو بالنسق هذايا حكينا على تو دانفلاسيون كيفاش طاح شويه، هو نسبه النمو مالوريزمون كيما نرصدوها وكيما نحققوها عمرنا ما حققنا نسبه النمو اللي نرصدوها، عمرنا ما نوصلوا لها. نسبه النمو توا اللي معنا حسب الاحصائيات 0.6%، ما عندها حتى دخل مع نسبه النمو اللي رصدناها في الميزانيه، فلذا هذاك يعمل لك عجز في الميزانيه نتاعك، خاطر انت رصدت مداخيل اكثر من اللي انت معناها في الواقع نتاعك. فهمتني؟ دونك هو الاقتصاد قاعد يتعافى لكن باقي معناها وضعه هش، وما لقيناش احنا الطريق الصحيح باش فما اصلاحات كبيره لازم تتم بصفة عاجله. والاصلاحات هي اعطينا منوال تنميه شنو هو، واعطينا معناها ارصد لنا مشاريع المجتمع الاقتصادي الكل نكافئوا جهود باش نحقوه، وسيرتو اعطينا معناها التمويل يكون سلس، على خاطر اليوم زاد سعر التمويل غالي برشا، والقطاع الخاص
مخنوق من إدارة اللي خنقته، ومخنوق من شحة التمويل. التمويل الكل ماشي للدولة، البنوك قاعدة تمول في الدولة أكثر ما تمول في الاقتصاد، ونسبة الفائدة مرتفعة جدا اللي ما تساعدش المؤسسات الصغرى باش تنمي قدراتها. محركات النمو اللي هما بالأساس دفع الاستثمار، ولو كان نقلصوا في المصاريف اللي شارج الدين الخارجي ينقص شويه، انت ريت عملها، ولا احنا ما خذيناش. لازمنا نصنع الثروه، مشكلتنا مانيش قاعد نصنع الثروه. هذيك المشكله هي في قدرتنا في صنع الثروه، وصنع الثروه هذه قاعده اذا كان ما جيناش احنا القدرات نتاعنا نوجهوا فيها للتصدير، ورد بالك راه نصدروا فيها باثمان معناها ما تناسبش قدراتنا، خاطر احنا الشهري نتاعنا طايحه، المواد نتاعنا بيعوا فيها برخيص، قاعدين نصدروا ساعات في المواد خام، ماهيش نسبة الفايدة ما تقعدش عنا، تقعد تمشي للخارج، التلوث يقعد عنا، معناها الـ احنا حطونا بلاتفورم افابل فالور اجوتي، معناها نتاع ركب قطعتين مع بعضهم، اعمل نسيج معناها بالتلوث اللي نعرفوه في الميدان المائية نتاعنا. لازمنا منوال التنمية نتاعنا يتبدل ونحافظوا على البيئة نتاعنا. ردوا بالكم راهو اليوم المنوال اللي نخدموا فيه قاعد يضر في البيئة، وليداتنا مش ومناخ الأعمال زادة، ومناخ الأعمال، ولازم زادة القوانين اللي خانقة والقوانين الرائعية والرخص اللي باقي ما لقينا لهمش حل في البلاد هذه، والبعض القطاعات المسكرة لبعض العائلات برك، هذه لازمنا نجيو نهار ونحكيو عليهم ونصرحوا هالمجالات هذه، على خاطر الشباب نتاعنا هاك تشوف فيه قاعد يهاجر، على خاطر ما بقاش حاضنا وبيئه باش نحكيوا احنا على البحث العلمي. كي ما تلقاش انت مناخ اعمال عادي جدا، الشباب نتاعك الكل مش تخسروا، والقدره نتاعك والماده الشخمه نتاعك اللي هي احنا شنو هي الثروه نتاعنا، شنو هي الماده الشخمه نتاع التونسي اللي هي توا اليوم هارب علينا. طيب اذا كان حاضرين ضيوفنا راهم يساش يلتحقوا بينا مليكه في الاستوديو، مع العلم انه اضافه الى اللي قلته انت ماهر، انه زاد عندنا مشكله توريد الموارد، المواد الاوليه للتصنيع للصناعه لبرشا حاجات تتكلف خارقه العاده، على خاطر نصنعوا بها في القيمه المضافه. اما كي تجيب لي انا كماليات فهمتني، كي نمشي وانا لحوانت نلقى السلعه كلها مستورده، تو كي نمشيو لحوانت فخمه اغلب السلع مستورده مش مصنوعه في تونس. كي نزيد في الشهاري، نزيد في الشهاري الناس تستعمل الشهريه باش تاخذ مواد الاستهلاك، المواد الاستهلاك احنا نستوردوا فيها من برا، دونك قاعد انا نمول في الاقتصاد الخارجي ونضر في الاقتصاد التونسي باش بالسلع اللي جاتني من برا من تركيا ومن الصين ومن واحد. هذاك لازمنا نرشدوا فيه، هذاك لازمنا نشجعوا احنا الصناعه الوطنيه، نعملوا نشجعوهم باش يشريوا من تونس، نحميوا اقتصادنا زاده، وجماعه اللي يعملوا الدمبينغ معناها يبيعوا باسعار معناها كيما الصين وكيما تركيا، قاعدين يطيحوا في الاسعار باش يجتازوا الاسواق ويربحوا الاسواق، هذاك زاده لازمنا عندنا رد اقتصادي واستراتيجي لهم. طيب ندعو ضيوفنا الى الالتحاق بنا، مرحبا بكم، تفضلوا على المباشر، مرحبا مرحبا بكم على المباشر. مثال باش نحكيوا خاطر بعد شويه البحث العلمي ودعم القدره التنافسيه للمؤسسه، لانه هذا من بين اهم النقاط. اذا كانت تحب انت معناها اقتصادك ينفتح على الاقتصاديات العالم، اذا كانت تحب تحسن على مستوى النتائج نتاعك لازم تدعم القدره التنافسيه للمؤسسه نتاعك، لانه هناك منافسه حقيقيه توا محليه وعالميه هكا ولا ما. اذا ما تدعمش القدره التنافسيه لها في المنتوجات اللي كما قلت انت، حتى هوني في تونس كي ندخلوا نلقاو برشا منتوجات اللي تنافس منتوجنا التونسي هوني في تونس، فباش تلقى صعوبه كبيره، لانه من جانب اخر فما الجبايه وما نساوهاش، اللي الحقيقه المؤسسه زادت تتكبد وتتحمل ما لا باس به من الجبايه. هو القطاع المنظم قاعد يعاني من برشا صعوبات، صعوبات في التمويل، صعوبات في الجبايه، صعوبات في القوانين المتشعبه، صعوبات في المناخ الاعمال، وصعوبات في التنافس، المنافسه غير الشريفه نتاع قطاع معناها اللي يخدم اغلبيته في القطاع غير المنظم، وهذا الكل لازمنا نلقاو له حلول، وحلول معناها سريعه، على خاطر الاقتصاد ما ينجمش يمشي 50% في القطاع المنظم و 50% في القطاع غير منظم ويعمل لك منافسه غير شريفه. طيب رحب بضيوفي، هو ديما في نفس الاطار وتتم اللي كنا نحكيو فيه، تلك الظروف المباشره، احنا كنا محضرين تقرير على البحث العلمي، وايضا تقرير على اللي نحكيو فيه في مساله انخفاض العجز التجاري. رحب برشا بضيوفي، نبدا على يميني السيده سميحه غربي عبد الله،
سيدة سميحة غربي عبد الله هي رئيسة مخبر بحوث في الابتكار والحوكمة وريادة الأعمال وفهم المخاطر، وأيضا طويلة شوية لو الصيف، ورئيسة مشروع دعم الجودة باك بالمعهد العالي للمحاسبة، وأنت من اللي أسسوا الماجستير كنترول جيستيون اند بزنس انتليجنس. أهلا وسهلا بك سيدة سميحة، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا بك. إذا كنت تحب تطلع كرسي شوية نجم تطلع الكرسي. رحب علي صالي بسيد معز شفر رئيس جامعة تونس المنار. أهلا وسهلا بك سي معز، مرحبا وشكرا على قبول الدعوة. شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة. مرحبا بك. ومرحبا بمشاهدي التلفزة الوطنية. أهلا وسهلا بك. والدكتور هيثم العياشي أستاذ جامعي باحث في اليقظة الاقتصادية والتجديد. أهلا وسهلا بك سيدي، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا، وتحية لمشاهدي ومتابعي الوطنية الأولى ولكل الباحثين ولكل الأساتذة الجامعيين. أهلا وسهلا بك ومرحبا وكل من يشاهدنا. باش نرجع لك سي معز باش ناخذ فكرة كبيرة على البحث العلمي ومخابر البحث في جامعة تونس المنار، وهي معناها الحقيقة ترتيباتها مشرفة حتى في الفترة الأخيرة، ولكن يدعو إلى كثير من الأسئلة الترتيب نتاعها نقول لك بعد، لكن خليني ننطلق من الخاص من الحدث اللي هو أنتم تنظموا المخبر نتاعكم سيدة سميحة، تنظموا حدث أو تظاهرة علمية دولية في مدينة ليون الفرنسية أيام 30 نوفمبر 1 و2 ديسمبر. أعطينا عليه الساعة فكرة باش من خلاله ناخذ فكرة عن المخبر نتاعكم. مرحبا بكم، مرحبا بينا شيفو معناتها ان توكا. خليني ساعة نعرف بالمخبر. ريغور هو لابوغاتوار اللي هو متعدد الاختصاصات، منهم اكثر اختصاص هو المانجمنت لونتربرونوريا مي اوسي ليكونومي والفينانس والماليه. هو معروف سي ان لابوغاتوار جون كري اون 2016، متكون من فريق شاب اللي هو عنده اون فيزيون ان بو سبيسيفيك للغوشيرش في تونس. معناتها سبيسيفيك على خاطر الفريق هذا يعمل على يجاوب على ديفي اون فيت سوسيوتو دوجوردي. اليوم نحكيو برشا على سوسيتي دانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون، نحكيو على سوسيتي ريزيليانت انوفانت ادابتاتيف. سي ان لابوراتوار كي اوفير، عندنا اون اوفرتور جوستومون مولتي ناسيونال، دو نوتر كونفرنس هذه اول مره نعقدوها لبرا في مدينه ليون بفرنسا. ايام باش نصحح، ايام 30 نوفمبر و 1 ديسمبر. هذه الدوره هذه الخامسه نتاع الكونفرنس نتاعنا اللي كي سانتيتول مي مانجمنت انوفاسيون اي انتربرونوريا. هذه الكونفرنس باش نحكيو على لا كومبلكسيتي. لا كومبلكسيتي امر يهم لي شيرشور الكل، هذاك علاش قلنا اوفرتور على لي ديسيبلين الكل، خاطر معناتها نقعدوا ديما في ديسيبلين وحده المانجمنت مش باهي، ديما يفو معناتها سوفغيغ على دوتر ديسيبلين، منهم لا فيلوزوفي، منهم لي سيونس جوريديك. اون اورا معناتها دي شيرشور من برشا بوكو دو دومين، والتظاهره هذه باش تمتد على نهارين. اون اورا اون تابل روند دونك انوغورال، اون فا تريتي لا كومبلكسيتي، on va comprendre, essayer, on fait très très ma difficulté aujourd'hui de comprendre l'humain est âme, l'humain la complexité, mal les interactions, le système il est complexe, aïe ouais. Système, le système entrepreneurial, le système éducatif. Le tout est complexe, donc on va essayer un peu de rendre intelligible ce système, essayer en tout cas. Donc on aura une table ronde inaugurale, on aura sept sessions, hein, à peu près une trentaine de communications. La conférence est déjà bénéficiée de jamia min barcha jinsiyat, منهم Francis Twins, mais aussi des Marocains, on a aussi des Camerounais. Donc c'est édition la cinquième édition. خليني زيد نرجع شوية، خاطر هو في السياق هذا قلنا لابوراتوار سي ان جون لابوراتوار ديناميك اللي هو دونك اوفرتور مي اوسي اوفرتور على دوتر ديسيبلين مي اوفرتور انترناسيونال. قلنا اللي الكونفرنس هذه عاملينها ان بارتناريا افيك لونيفرسيتي كاثوليك دو ليون، مي اوفرتور اوسي افيك لا بريست بزنس سكول، بيسكو باش نعملوا اون كونفرنس اخرى في افريل ايام 12 و13 افريل في تونس المره هذه، كي بورت ان فيت سور لا transformation digitale ou transformation digitale هو معناتها كيما ديفي بالنسبه لي احنا معناتها سي اون اورينتاسيون استراتيجيك بالنسبه للابوراتوار، خاطر اليوم العباد ما عادش تفرق بين ديجيتاليزاسيون و ترانسفورماسيون ديجيتال. مش معناتها نبدلوا ستيلويت والاوراق بلوجيسيال عملنا ترانسفورماسيون ديجيتال، معناتها سا امبليك ان فيت حتى لو شونجمون دي موديل دافير دي زونتربريز، وحنا نحكيو على الانوفاسيون وقتها دي موديل دافير انوفاسيون vent, etc. Donc la transformation digitale, la conférence interne en avril, je n'arrive justement à la transformation digitale. طيب الكلام الحقيقي اللي قلته مهم جدا واللي تحكي فيه طبعا ما
ينجم كان يخدم البحث العلمي في تونس ومن خلاله يخدم كل ما هو انتربرونوريا ورياده الاعمال. ولكن فما سؤال حقيقي يطرح ديما، هل البحوث العلميه تبقى فقط بحوث اكاديميه ام هي بحوث تخدم الجانب الاقتصادي؟ جامعه تونس المنار مثلا مثال سي معز، انا فوجئت بالترتيب نتاعها معنا مؤخرا للجامعه، وهذا حسب تصريحكم في المرتبه 801 ضمن الألف جامعه الاولى في العالم جامعه تونس المنار. معنا بالليل يسمعوا فينا يتبعونا مليح، في هي الاولى في المغرب العربي ضمن هذا التصنيف، هو تصنيف تايمز لاداء مؤسسه التعليم العالي سي ماهر. هي في القائمه 11 جامعه من افريقيا في قائمه 1000 جامعه الاولى في العالم طبقا لهذا التصنيف. المعايير التصنيف شنو هي؟ من بينها الانفتاح على العالم الخارجي والمحيط الصناعي. اليوم من اهم النقاط اللي نحكيوا عليها احنا توا في علاقه بالبحث العلمي، انا سؤالي سي معز اعطينا فكره طبعا على مخابر البحث تاع جامعه تونس المنار، ولكن هل حقيقه البحوث العلميه توا في المخابر نتاعكم على الاقل تخدم التنافسيه الاقتصاديه، تدعم الاقتصاد التونسي بشكل عام، ولا بقيت مجرد بحوث اكاديميه؟ شكرا على السؤال. ما مش نبدا في الاجابه مباشره، كما ذكرت سيادتك جامعه تونس منار هي جامعه متعدده الاختصاصات، وعندنا اكثر من 109 مخبر بحث. 109 مخبر بحث في عديد المجالات، في كل المجالات تقريبا، الطبية، الهندسة، الحقوق، الاقتصاد، العلوم الإنسانية، كل الاختصاصات الموجودة في التعليم العالي. نحب نعرج مباشرة على النقطة اللي ذكرتها، الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. هذا واجب على كل جامعة تكون منفتحة، ولكن زادة نحب نطلب زادة من منبر هذا، من مؤسسة الاقتصادية، باش تكون منفتحة على الجامعة. هذا مهم جدا. الجامعة هي قاطر الاقتصاد ويلزمها تكون قاطر الاقتصاد. نحن كما ذكرت سيادتك عندنا نعطيك دي شيفر بتاتر باش ناخذ فكرة على السؤال. في البحث العلمي تونس في مرتبة مشرفة جدا عالميا، تونس في عدد النشريات وجودة النشريات. كيف نحسبها؟ نسبة لعدد السكان أو نسبة للبي بي برودوي انتر بروت، نلقاو تونس في المرتبة الثامنة وفي المرتبة الخامسة عالميا، ولكن تونس تنقصنا على مرتبة سيئة هي في تثمين البحث العلمي، وهو السؤال اللي طرحته سيادتك. نقطة أخرى على تونس وفي البحث العلمي كذلك، أنها الدولة التونسية راهي افيك فيرتي، رانا الدولة الوحيدة العربية الوحيدة والإفريقية الوحيدة اللي هي شريك مومبر أسوسي في برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي وفوق أوروبا 21-27، اللي يسمعوا فينا من باحثين يعرفوه باسم أوريزن 2020 ولا أوريزون 2020. تعدى تولينا في 21-27 البلد العربي الوحيد والإفريقي الوحيد اللي خلانا نتحصلوا على عديد من المشاريع الأوروبية، وهذه تمويل للمخابر متاعنا، لخاطر ميزانية الدولة ماهيش كبيرة، ماهيش كافية للمخابر. هو معنا رئيس مخبر تأكد الكلام تاعي، ولكن كل مخبر ملزوم عليه باش يجيب مشاريع كومبيتيتيف. المشاريع كومبيتيتيف هذه كما المشاريع الأوروبية، الجامعة التونسية والجامعة تونس منار متحصلة على عدد المشاريع الأوروبية. ونقطة مهمة في المشاريع الأوروبية، فما بلدان من أوروبا خاصة من إيطاليا أو إسبانيا اللي نتعاملوا معهم نحن مباشرة، وألمانيا اللي معاهم مؤسسات اقتصادية بتاع بلادهم، واللي نحن تنقصنا باش تكون مؤسسات اقتصادية موجودة في المشاريع اللي نخدموا فيهم نحن. يعني التوانسة تخدم مشاريع، تخدم البحث، الطالب يخدم، الباحث يخدم، المؤسسة تخدم، ومؤسسات أوروبية تستنفع، وخاصة المؤسسات الاقتصادية بتاعهم. طيب خلينا نمشيوا للتقرير ومن بعد نرجع نوصلوا معك يا سي معز. شكرا. تقرير حول البحث العلمي في تونس ومدى ارتباطه طبعا بدفع الاقتصاد، ثم نعود للحديث. نرجع للاستوديو، خاطر نرجع للاستوديو ماهوش حاضر التقرير، نرجع للاستوديو. اذا كان عندك مادة تنظيف سي موسى ما كانش نمشي لسي هيثم. نواصل معك احكي التصنيفات الدولية. اي نحن منظمات دولية لصنف تونس على حسب مؤشرات دولية، حسب معايير دولية، وجامعة تونس
منار كما ذكرت سيرتك هذا تصنيف تايمز اي ادوكيشن ثاني تصنيف تقريبا التصنيف الدولي ثم العديد من التصنيفات الدولية كما تصنيف شنغهاي تصنيف تايمز اي ادوكيشن حتى تايمز اي ادوكيشن نعطيك رقم جيد هو تايمز اي ادوكيشن امباكت رانكينج التصنيف اللي اعتمد على الاهداف التنميه المستدامه اللي اوبجيكتيف ديفلوبمون ديغاب اللي هما 17 جماعه تونس منار كانت شاركت بتسعة اهداف وتحصلت على مرتب جد مشرفه كما جوده التكوين تحصلنا على المرتبه 22 عالميا في الهدف رقم 4 في الهدف رقم 3 اللي هو الصحه والرفاه سونتي اي بياناتر تحصلنا على المرتبه 37 عالميا المرتبه الاولى افريقيا والمرتبه الثالثه تقريبا عربيا هذا لازم نشوفوه على ارض على ارض الواقع خليني نسمعي بعد نرجع لك انا يعطيك الصحه سي شاكر على الموضوع وعلى اختيار الموضوع اللي هو في الحقيقه مفتاح لكل تنميه وكل نمو اقتصادي انا مشكله البحث العلمي في تونس هو في الحقيقه معناها مثلث فيه ثلاثه زوايا فيه الدوله فيه الجامعه وفيه المؤسسات الاقتصاديه ما بين الدولة وما بين المؤسسات الاقتصادية هناك روابط هناك قوانين هناك يعني عديد الإجراءات إلى آخره ما بين الدولة وما بين الجامعة أيضا فما ربط كبير وفما هيكلة كبيرة ولكن ما بين الجامعة وما بين المؤسسات الاقتصادية لابد من تسهيل حركة الباحثين الجامعيين للولوج إلى المؤسسات الاقتصادية وللتعرف على واقع المؤسسة الاقتصادية احنا إذا كان نوصلوا نحققوا دي بريوريتي أولويات للبحث في المؤسسات الاقتصادية وعندنا دي بريوريتي والوزارة التعليم العالي رصدت ستة نقاط مهمة في البحث العلمي فيها الصحة فيها الفلاحة فيها ثلاثة عناوين كبرى هي الماء والغذاء والطاقة إذا كان هذوما معناها الباحثين التونسيين وقاعدين الباحثين التونسيين الحقيقة قاعدين يعني يقوموا بأبحاث عديدة في المجالات هذه ولكن الربط بين الباحث التونسي طيب هتعطيني المخبر بتاعكم أنتم سي عيث المخبر بتاعكم علاش ما ثماش ترابط الحقيقة بينه وبين المحيط الاقتصادي منكم أنتم من المؤسسة الأبحاث بتاعكم أكاديمية أكثر منها هي تطبق على أرض الواقع على الاقتصاد بتاعنا كما قال سي معز ما ثماش ركوغ للمخابر من خلال المؤسسات الاقتصادية لكم أنتم ما ثماش حاجة يمطلبوش هو ما ثماش معناها بحث نظري لابد من تطبيقه على ارض الواقع البحث يبدا نظريا ولكن لابد من الدخول للمؤسسات اللي معناها اعطاء صبغه عمليه للبحث نتاعنا احنا نحاولوا قدر المستطاع ولكن المؤسسه ما تراش المؤسسه هي شنو هي المؤسسه تلوج على التنافسيه وتلوج على دعم القدره التنافسيه احنا كباحثين عندنا مواضيع معينه مثلا احنا قاعدين نبحثوا على التجديد لينوفاسيون قاعدين نبحثوا على دعم القدره التنافسيه للمؤسسه ولكن المؤسسه ماهيش فاتحه الابواب حقيقه باش تستقبل الطلبه ولا تستقبل حتى الباحثين قليله جدا المؤسسات اللي تتعامل مع مخابر البحث في المجالات هذه احنا اون لانس ان كيستيونير على مواضيع معينه ومن بعد في المقابل ما فماش تجاوب كبير بين المؤسسات وما بين مخابر البحث الحقيقه احنا قاعدين تو في المخبر نتاعنا نستدعاو في عديد المهنيين اللي يقوموا بدورات تكوينيه واللي يقوموا بعرض بعض المشاكل داخل المؤسسه ولكن وقت اللي نقوموا ببحث واعطاء هاك الصبغه الميدانيه للبحث نتاعنا عن طريق الاستجواب عن طريق لي سونداج ولي كيستيونير فما بعض الصعوبات الحقيقه طيب. هو سي شكر يمكن لازم نمشي لريبورتاج تقني لازم نشوف التقرير هذا من جانب من المونستير نشوفوه ثم نعود يلعب البحث العلمي دورا هاما في تنمية الاقتصاد عامة ويقوم الدارسون في مجالات شتى ببحوث لها أسئلة بقطاعات تنموية واقتصادية في تونس يشهد هذا القطاع تفاعلات مختلفة بحسب أهل الاختصاص احنا عندنا دو فولي فما ديفلوبمون اي ريشيرش في أي مجال مطالب الصناعي هو ديفلوبمون فقط ماذا يعني ديفلوبمون عندي في معمل في شركة نحب نطور اللي عندي بالنسبة مطالب البحث الباحث مطالب ب ببليكاسيون في مجلات بحثية عالمية المشكلة كي نجي للصناعي المطالب متاعه ماهيش مجلة بحثية
حاجته بالديفلوبمون اكثر من البحث العلمي. فيما يخص البحث العلمي يجب تمويل البحث العلمي، لازم الدوله لازم تعطي فلوس اكثر، تصرف اكثر فلوس، تعطي اكثر الفلوس للبحث العلمي. اول حاجه باش اكل الهجره نتاع الطلبه وكل شيء البر وكل شيء، يقول لك هذيك كلها تندثر. احنا لنا في تونس للاسف ما عادش ننظروا للبحث العلمي كدعامه من دعم الاقتصاد التونسي، ما عادش ننظروا له بالكليه. نحن طويك الخدمة متاعي هي أن كيفاش نحمي المعلومات القيمة هذه عن طريق أكثر من ميثود، معناها أكثر من سيستيم، من طريقة باش نجم أن نحصل سيستيم كما نقوله بيه، معناها بيان سيكوريزي. كنجي أنا نحاول أن ندعم ولا نحث الباحثين أنهم يعملوا لتاز اندوستريال. أوكي، ثم باحثين يعملوا في الدكتوراه يعمل تيز اندستريال، من بعد ما يعمل تيز اندستريال جيت حاسبه على عدد الورق البحثيه. تيز اندستريال تسالوا على شعمل البروتوتيب، شنو المشكل اللي حلها للشركه، شو الافكار اللي عمل بهم طور بهم الشركات. على الاقل في لي كوميسيون دو ريكروتمون لوجو على الببليكاسيون. ولأن اختلفت الآراء حول البحث العلمي ونوعيته وتأثيره في الاقتصاد، فإنها اتحدت في اقتراح مراجعة مستحقة على جميع الأصعدة، يقول الملاحظون. نشكر وحدة المستير، شكرا اليوم جميع الزملاء على التقرير هذا. ماهر نجيك لك انت وبعد نمشي للسيدة سميحة وسي معز. وين المشكل في رأيك؟ أول حاجة هو الميزانية اللي حطته الدولة في البحث العلمي ماشي ويتخلص. عدينا من 1.5% في 2010 توا 0.8% من البي بي ماشي للبحث العلمي، ماشي ويتقلص. الدولة قاعدة تتراجع في الاستثمار في الفن. ثاني حاجة ماناش قاعدين نبلور على أرض الواقع الأبحاث متاعنا والقدرات متاعنا في حاجة اللي نوصفوها في الاقتصاد، خاطر احنا توا كي نشوف كلاسمون متاعنا احنا اوني كلاسي 113 113 على 132 دوله في قدرتنا في التوظيف بتاع البحوث. دونك متاخرين برشا نعملوا في البحوث، لكن الحاضنه والبيئه والمحيط واللابوغاتوار ما همش يستقبوا، ما همش يوصفوا هذاك. علاش؟ كيف خاطر عندنا التمويل للبحث، معناها البنوك ما يمولوش، ما عندناش دي سيكار سبيسياليزي في الغوشيرش ديفلوبمون، ما عندناش اطار نتاع تمويل معناها ديجي ا بروندر لو ريسك في الانوفاسيون. هكا علاش الشباب نتاعنا يعمل بحوث وكي يجي يحطهم على الارض ما يبقاش كيفاش يمول. لازمنا نعرفوا اللي تونس كما تفضل الاخ رانا الكلاسمون نتاعنا مشرف جدا 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 رغم الامكانيات الضعيفه نتاعنا. دونك احنا الماده الشخمه نتاعنا والمواطنين نتاعنا عندهم قدرات عالميه موجوده. نحب نشكر سي باوندي اللي هو شرفنا تونسي، ما تحب نحب ولا نكره، جوست كان تحطوا برك معناها لو بري نوبل اللي خرجوا اللي عنده ان امباكت بور لومانيتي ال 20 سنه القدام ان شاء الله نخلقوا تكنوبول في الانفونسيون اللي عملها الديكوفيرت اللي عملها لتونس النجم والنموه. باهي تونس الكلاسمون تاع الجلوبال انوفيشن اندكس 2022 مشرف جدا جدا، رانا احنا في الكرياسيون اي سافوار اون كلاسي 39 39 اون كلاسي في لي زارتيكل سيانتيفيك 12 داكور، والسكور نتاعنا ما بين 2021 و 2022 تعدينا من 40.9 السكور نتاعنا تعدى 48.2. دونك مشرف جدا جدا وسورتو مع البلدان العربيه اللي عندهم امكانيات طاهره بالنسبه لينا احنا رانا هاربين بهم. ونحب نشكر المراه التونسيه البحثات التونسيه نتاعنا اللي هي عامله معناها شوط مشرف جدا، معناها تونس ثاني دوله عالميه اللي عندها معناها دي فام دبلومي دو سوبيريور. معناها تونس بالامكانيات الصغيره كان حقه الانجازات هذه. شنو نقصنا احنا توا؟ نقصنا اول حاجه كما قلت لك من وين تنموي، ماذا بيا نبحثوا علاش؟ يا ولدي هات نبحثوا على باش نعاودوا نبنيو بلادنا، نحميو شطوطنا، نعملوا مدن معناها ذكيه، معناها نقدروا قدرات، معناها ننميو قدرات البشر نتاعنا. الموقع الاستاذ
يا ريت كنت ردوا بالكم راهو البحث العلمي ما يصيرش اذا كان ما ترجعوش بقعه المعلم وبقعه الاستاذ وبقعه الاستاذ الجامعي وتعطيوه قدره ويمشي التلميذ يشوف روحه فوق الاستاذ هذاك. خاطر فينا المون لانفستيسمون هي دون لا ماتير غريس. وشكون يعطيك ابدا بالمعلم؟ كي انت المعلم طيحت له قدره وطيحته في شهريته وقدره شرائيه ما عندوش، السيد هذاك مش قاعد ينجم ينمي لك قدرات ولدك. يرحم بكم، شوفوا اليابان كيفاش ينظر للأساتذة نتاعو، ينظر له في مقام وزير. هذايا تري امبورطون، معناها تحبوا تنميوا البحث نميوا المنظومة التربوية نتاعنا ككل، رجعوا المفاهيم والمبادئ. اليوم احنا تونس ما عندناش موارد منجمية حكاية فارغة، المورد الأساسي نتاعنا المادة الشخمة، نستثمروا فيها وعندنا قدرات معناها مهولة. نحب نتم بحاجة، عندنا 10,000 مواطن تونسي عنده دكتوراه في تونس، منهم 70% بطال، رقم رهيب. ومعناها قاعدين نحثوا في العباد يعملوا في الدكتوراه، وفيك ما عندناش حاضنة وما عندناش شكون يستقبلهم، لزوا فيهم للهجرة، لزوا في المخاخة متاعنا باش نخرجوهم بلاش فلوس. أكثر معناها نحكيوا على استيراد وعلى التصدير، أشهم تصدير نجمون عملوه هو تصدير المادة الشخمة، خاطر نعطيو فيها بلاش، فهمتني، نصرفوا عليها دم قلبنا باش نعطيوها البلدان الاخرى اللي تنافسنا. هذا فسرنا بعد سبونز علاش الهجره هذه نتاع الامغه. تفضلي جوست باش نقول مثلا لي دكتور توا شومور اون فيت هي المنظومه كامله، يلزمها معناتها يلزم لو دكتور يولي عنده اون ابيليتي مش ماشي كان للغوشيرش والاكاديميك، يجم يكون جوستومون اذا كان نبدا عندنا بون بين لونيفرسيتي والانتربريز، لي دكتور يل سانتيغر فاسيلمون في الموند دي انتربريز. وذا يلزم شكون يلزم يخلقوا سو بون القنطرة، شكون يلزم هو احنا عاملين البا، احنا عندنا اجونس دو فالوريزاسيون agence de promotion de la recherche scientifique qui valorise les résultats de la des résultats de recherche. On a des stratégies nationales. On a à l'université on fait le pont. Dis manarkiou à la tawasl بين المحيط والاجتماعي واللي structures de recherche ou les institutions. On aime les entreprises Gina. Le pont public privé si le PP voilà. Le pont public le privé CMK 5% voilà. Privé CMK 5% في المنظومة البحث بريفي، وقت اللي هو احنا تو شكون قاعد ينمي في الاقتصاد التونسي هو البريفي. الدوله نورمال دوره باش جوست باش نعقب على كلامي. مثلا احنا تو في الغوشيرش نحكيو على لي غوشيرش اللي نعملوهم في اللابوراتوار، فيهم لا بارتي معناتها براتيك كما قال سي هيثم، مي فما زيد اوسي تو ولينا نحكيو على غوشيرش امباكتانت، نحكيو على غوشيرش انترفونسيون في وسط المؤسسات، نحكيو على غوشيرش اكسيون، نحكيو ميم على غوشيرش انجينيريك. دونك المفاهيم تبدلت شويه، احنا عملنا لو با عملناه احنا كيونيفرسيتي كمخابر بحث عاملين لو با واوني اون كولابور افيك لونيفرسيتي افيك لو موند سوسيو ايكونوميك ونستدعيهم، مازال الكوتي الاخر. طيب توجيك يا سيدي، فما البروجي باك اللي موجود في الجامعات الكل على مستوى جوده التعليم، وهذا انا ريت الحقيقه ولاحظت خطوات مهمه خذيتوها، واخرها الملتقى اللي عملتوه بالشراكه مع الجامعه الاردنيه. لكن كيفاش نفسروا كيف ما قال ماهر هجره الادمغه هذه سي موز، برغم سي سان بارادوكس، برغم جوده التعليم برغم المخابر الموجوده عندنا واللي هي متميزه والبحوث اللي ما قدش يتم نشر بحوث في العام من البحث، وقدش يتم التثمين، لاني نعرف زاد انه براءات الاختراع بارابور للبحوث المنشوره معنا نسبه ضئيله جدا 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 جدا. كيفاش تفسر هذه السي؟ شوف نحب نعقب على لي شيفر، يعطيك الصحه لي شيفر، جوست على لي نومبر دو فام ديبلومي في المرتبه الثانيه عالميا، ولكن سيونتيفيك دون دومين سيونتيفيك اي تكنيك اي انجينيوري، وكنا في المرتبة الثالثة وتعدينا المرتبة الثانية. عنا أسبوع من تعدينا المرتبة الثانية. تحية للمرأة التونسية في المجال العلمي، المجال العلمي بالضبط. لو نومبر اون نومبر مش بارابور نومبر دابيتون، اون نومبر سا سي ان بوان تري امبورتون. نرجع للجودة، خاطر المشروع هذايا كما بكري حكيت على المشاريع الدولية، عنا المشاريع الوطنية. مشروع دعم الجودة اسمه باك بروجي، اللي مدام ريسبونسابل عليه في المؤسسة نتاعها، بروجي ابي على كاليتي، اسمه مشروع باك جاج. جاج معناها غوفرنانس، الحوكمة، سي تري امبورتون الحوكمة، لوتونومي الاستقلالية. ولهنا نحيي عندنا 6 جامعات تعداو تغيرت الصبغة نتاعهم من صبغة إدارية ايتابليسمون بوبليك كاركتير ادمينستراتيف إلى صبغة
تقريبا ممكن تفسرها اكثر صبغه اداريه معناها غير اداريه مش ابناء اما تتسمى بي اس تي ايتابليسمون بوبليك كاركتير سانتيفيك اي تكنولوجيك. ست جامعات تغيرت صبغه نتاعهم منذ شهر جانفي 2023 و15 مؤسسات تعليم عالي منهم زوز مؤسسات جامعه تونس منار كليه الطب بتونس اول كليه طب تتحصل على اعتماد دولي تنحكي لك على الجوده والمدرسه الوطنيه للمهندسين كذلك تتحصل على الاعتماد الدولي. الجوده في التعليم راهي عندها العديد من المراحل. عندنا الحوكمه بديت بها سي تري امبورطون لو مود دو غوفرنونس البحث العلمي والتجديد كما قلتوا نحكيوا توا والانفتاح على المحيط الاقتصادي هذه تري امبورطون هما يصنفوا فينا على النومبر دو 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 بروفي هذين ناقصين ولكن يصنفوا فينا على النومبر دو بريفي يصنفوا فينا على النومبر دو دو بوبليكاسيون الى كاليتي راهو فما الجوده في البحث العلمي مشكل العدد لا كاليتي. وعندنا المحور الثالث اللي هو التكوين والتشغيليه سي بوان تري امبورطون. عندنا استراتيجيه كامله للوزاره الكل في كل مؤسسات التعليم العالي. التكوين هنا كانت هي من مخرجات من توصيات المؤتمر الاخير قامت به جامعه تونس منار بالشراكه مع الاتحاد الجامعات العربيه واللي عندهم امكانيات واللي نحن توا اللي منفتحين عليهم وهما طالبيننا باش يخدموا معنا. هذا اول مؤتمر يقع في المغرب العربي حول جوده التعليم مع شراكه مع جامعه الزرقاء خاطر الامانه العام للمؤتمر هي المقر نتاعها الاردن جامعه الزرقاء بالتحديد. وان شاء الله في شهر ديسمبر عندنا مؤتمر ثاني حول زاد كيف كيف التجديد وحول الاداره الرقميه مع الاتحاد الجامعات العربيه. نرجع ساعه للهجره خاطر استطوات الوقت بعجاله. الهجره هذه تجبد كذلك في المخرجات المؤتمر الاخير. انا باش اعطيك شيفر وتحب لي شيفر تبارك الله. عندنا لي انجينيور في تونس في كل تونس تقريبا 1000 انجينيور في العام يخرجوا يقوموا بمشاريع التخرج نتاعهم خارج تونس خاطر ما يلقاوش الناس الاقتصادي اللي يخدموا فيه في تونس. حاجه اخرى اخر 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 ملاحظه على باش ما ناخذوش الكلمه برشا. المؤسسات اللي ناجحه الاقتصاديه اذا ما تكون كما توا سمعنا تكون عندها الديبارتمون ريشيرش ديفلوبمون. وانا من هنا زاد كيف كيف يجيوا للجامعه. الجامعه راهو عندنا مخابر اللي تنجم تعاونهم. راهو يسوفي دو فير معناها الكونفونسيون مع الجامعه ياخذ طالب ولا اثنين في مستوى الدكتوراه ولا مستوى ماجستير ولا مستوى البي اف او ويخدم له مش نحب نقول غراتويتمون ما يسالش دونك على ليميت هذيا ناقصنا ما نقولش راهو موجود مش راهو موجود. راهو المدرسه الوطنيه للمهندسين انا ابن المدرسه هذه وانا نشهد ان المدرسه هذه عندها العديد من اتفاقيات مع النسيج الصناعي التونسي ولكن باقي ناقصين. سي هيثم بلاي معلي باش تقولوا ما فما سؤال يقول انه حتى الاساتذه الجامعيين والباحثين بشكل عام اللي عنده تيتر بحث بالاساس هما انفسهم ولا شويه تكلس هكا في العقليه على اعتبار انه البحث العلمي يخدمهم اكثر نظريا في الترقيه المهنيه من انه يخدم به الواقع بتاعه ويخدم به الاقتصاد. هذا هو هو جانب من الاجابه على السؤال هذا اللي احنا الورقه البحثيه موجه مش موجه للميدان وللنسيج الاقتصادي. الورقه البحثيه هي باش الباحث التونسي ولا الاستاذ الجامعي يرتقي في السلم المهني نتاعو من استاذ مساعد الى استاذ محاضر الى استاذ تعليم عالي. ولكن انا اجابه للمشكله الهجره الادمغه كما قال النسيج الاقتصادي اذا كان نعرفوا النسيج الاقتصادي نتاع تونس منش متكون ونتكلم معناها خبير محاسب معناها القطاع الخاص للمؤسسات التونسيه قرابه 782,115 مؤسسه 87% منهم المؤسسات هذه ما يخدموا في حتى معناها سالاري زيرو سالاري فيها كان الباعث فقط 87% من المؤسسات معناها فيها فقط المصرح بها. نزيدك معلومه اخرى 2.5 منهم يخدموا ماكسيموم 5 سالاري. دونك عن اي نسيج اقتصادي نتحدث احنا؟ المؤسسات اللي تشغل اكثر من 200 عامل او 200 موظف هي 0.1% معناها الاستقطاب صعب وصعب جدا. الغالب دهمنا الوقت نمشيو عندنا فقره التوانسة بالخارج لازمنا نعديها لانه فقره مهمه برشا وتحكي على موقف فرنسا متميز في مشروع ما نشوفوا المشروع اللي هو متميز فيه ونعود. من غار الملاح من ولايه بنزرت وجمالها الى جاده الاليزي وسحرها تعلمت ركوب السعاب من بيئتها البحريه والفلاحيه الاولى منذ شبابها. متسلحة بتلك الميزة استقرت حميدة عنيبة في باريس منذ نحو 10 سنوات
هناك اختارت الاستثمار الأنسب لشخصيتها وهي المرأة الصلبة. المقاولات والبناء ذلك الميدان الصلب هو خيارها. تميزت وهي المرأة العربية الأولى في هذا الاختصاص في فرنسا. قريت في تونس وجيت عملت سنتين هوني في ليكول فرانسيز دو كونتابيليتي، عملت دي جي سي، وفي انطلقت في تأسيس أول شركة سنة 2015. الشركة هذيا في أسوسي مع كالكان كي ميتريز لا لو ميتيي دو باتيمون. دونك من 2015 إلى يومنا هذا، دونك جو في بارتي من 432 فام في فرنسا كي جير دي سوسيتي دو باتيمون. الحمد لله شاركت في أول مؤتمر للباتيمون في 2019 في بلغاريا، وكنت جو ريبريزونت لا سول فام عرب كي جير اون سوسيتي دو باتيمون في فرنسا في 2019. طموح حميد عنيبة تجاوز المقاولات وهي مستثمرة في المحاسبة كذلك. شركتها قبلة عشرات المؤسسات الفرنسية. بالنسبة للعمل في شركة، يعني العمل متاعنا ديما يتطلب زادة برشا دقة، برشا حرفية، لأنه كي يجي حد ويعطيك يبا بو كونفي السوسيتي متاعو، دونك يفو كون سوا على اوتور، يفو تخوفي لا سوليسيون. أنا السبيسياليتي متاعي دونك نلقى الحل، لا جيستيون دي زونتربريز TPE PME في فرنسا، بعد خبرة يعني سنين تقريبا تويكا 9 سنوات الحمد لله. دونك عندنا الكليونتيل متاعنا وقاعدين نخدموا وقاعدين نقدموا. مختلفة هي المسارب التي تشقها ضيفتنا وعديدة أنشطتها التي لا تهدأ. فبيتها هو مكتبها الليلي، فالشغل ديدنها ليلا نهارا في عديد المجالات حتى المجتمع المدني. يعني عندنا العمل الجمعياتي هذا اللي هو تقريبا موجه للمرأة المهاجرة، رائدة الأعمال، ولا لدعم لا فام كي او فويي ولا لا فام بوغ ايزولي بوغ لورينتي بوغ فريمون ليبانغلي، باش تمشي وين يلزمها، وين تمشي ويلزمها تكون عندها لانفورماسيون صحيحة والكونساي صحيحة. هذا كان دورنا في الجمعية. شكرا لك مليك على هذا الريبورتاج في ثواني سي معزه. شكرا، يعطيك الصحه سي شكر. انا بعجاله انا نثمن نحب نركز تركيز في كل الجامعات على ثقافه بعث المؤسسات. يولي الطالب هو مشغل ماهوش طالب شغل، وعندنا قطب الطالب المبادر، قطب جديد في كل الجامعات يشمل طلبه الدكتوراه كان تحكي عليهم. كان السيد سميح انا كيف لورينتاسيون انتربرونوريال دي ستوديون اليوم ابار لاكت فورماتيف اون اكومباني فما جوستمون لو بول دو ليتوديون انتربرونور كيما قال سي معز. هيم لونتربرونوريا هيم هذيك. واضح. شكرا لك. انا فقط نحب نركز على دعم لي بروفي، هذوما براءات الاختراع بالنسبه للباحثين في المجال الصناعي خاصه، خاطر هذيك اللي باش تنمي القدره التنافسيه للمؤسسات الاقتصاديه فقط. واضح. شكرا لك. وتحيه بنتي يا قالت لي بابا كي تمشي سلم عليا. سلم عليا. اي عايش. شنو اسمها؟ اي عايش. اي عايش، تحيه ليك اي عايش ولكل من شاهدنا في البرنامج. شكرا لكم، يعطيكم الصحه. شكرا لك سي موسى، شكرا سميحه. نتقابل ان شاء الله كالعاده مره اخرى في نهار الثلاثاء الجايه في حلقه اخرى من تونس الاقتصاديه. تصبح على خير.